فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا سمعت الأذان عن طريق المذياع فهل يستحب أن أردد مع هذا المؤذن؟ نعم. طيب، لذكر لله عز وجل تردد معه وتقول الدعاء بعده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان حيا، إذا كان الأذان حيا، أما إذا كان مسجلا فلا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.